يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض الأيام أقوم قبل أذان الفجر، فهل الأفضل أن أتوضأ ثم أذهب للمسجد مباشرة؟ أقوم إيش؟ يقول في بعض الأيام أقوم قبل أذان الفجر، فهل الأفضل أن أتوضأ ثم أذهب للمسجد مباشرة أو أنتظر إلى الأذان حتى ينتهي فأصلي سنة الفجر في البيت ثم أذهب للمسجد؟ كله سواء، كله جائز ولله الحمد، كله جائز أنك تنتظر وتصلي الراتبة في بيتك، تخرج عند الإقامة، أو أنك تذهب تبادر وتصلي تحية راتبة الفجر، تصلي راتبة الفجر وتقوم مقام تحية المسجد، تجلس في المسجد تنتظر الإقامة. نعم.